السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ظهر النهاردة على السوشيال ميديا في خلاف بين خلاف أو مشاكل بين ريهام سعيد وكروان مشاكل. فريهام سعيد بتشوف التيك توك وتشوف الجولات، يعني عشان يكون عندها علم بما يجري في هذه الجولات، يعني معلومات عنها وعن اللي مين اللي بيشتغل فيها وكده. فلما راحت شافت الجولات اللي في التيك توك ما عجبهاش الوضع، ولقيت ان كروان مشاكل عامل يعني بيطلع بألفاظ خارجة مع الناس المشتركين معاه في هذه الجولات، وألفاظ لا تتناسب مع الناس اللي هو بيتعامل معاهم، أو بيتناسب مع سمعة مصر، وان هو بيتعامل مع الناس بطريقه همجيه، ومعجبهاش اسلوبه. فانتقدت هذا الكلام، وقالت المفروض ان يكون المعامله تكون احسن من كده، ويكون اسلوب العمل في الجولات يعني اسلوب مهذب، واسلوب يتماشى مع سمعة مصر ومع أولاد مصر، وإن أسلوبه مش أسلوبه يعني فيه نوع من الهمجية، ولا يتناسب مع سمعة مصر في الخارج. فمال فين المفتشين الإعلام اللي هما بيشوفوا البرامج ويشوفوا الحاجات اللي هي لا تتماشى مع الإعلام ومع سمعة مصر ومع الناس الموجودين في هذه الجولات. فيقول لك كل يعني ما تطلعش كلمات، لقيت إن في كلمات خارجة بيتم بيتعامل بيها مع زملاته في هذه الجولات. فقالت خوفا منها على مصر وعلى سمعة مصر، فقالت يعني قعدت تنتقد مثل هذه الكلمات، وان هو ما لا يجب ان هو يتلفظ بمثل هذه الالفاظ. وبعدين في الاخر قالت ان هو يعني المفروض اللي هو حب يرد عليا لو يرد باسلوب محترم، ولو رد باسلوب خارج عن الاحترام فانا يعني حقاضي، يعني هكتب فيه بلاغات. فطلع طبعا كروان من لا يمت يرد عليها باسلوب غير علمي، وغير هو طبعا مش متعلم، فكان اسلوبه غير لائق، ولا يتناسب مع مكانتها في الإعلام، وإن هي مذيعة ست كبيرة، وإنها خبرة، وإنها قدمت برامج كتير ناجحة، وإن هي بتخاف على مصر وبتخاف على سمعة مصر، وإن يجب إن هي تلاقي الاحترام الواجب الاحترام الواجب في المعاملة. فكان رده همجي، وكان رده لا يتناسب معاها، ولا يتناسب مع اللي يشوف هذا الرد. فكان منها فما منها انها راحت قدمت اكتر من بلاغ للنائب العام، بان هو ان الشخص ده ان هو كروان مشاكل بيسيء لسمعة مصر، وان هو بيتلفظ بألفاظ خارجة بيتلفظ بألفاظ خارجة، وبعدين إن هو يعني وده نرجع نقول برضو إن الإعلام المصري إداله أهمية وإداله مكانة أكتر من اللي هو فيها. المفروض ده واحد مش متعلم وكده، ولكن الناس في بعض الشخصيات اللي وقفت جنبه لمجرد المساعدة، ان هو يعني يلاقي مجال عمل يعمل فيه،
ولكن هو استخدم هذه المساعدة في إن هو بدأ يتكبر على الناس، وبدأ أسلوب معاملته لا يعني ما فيهاش احترام، ما بيحترمش الأكبر منه في السن، وما يحترمش كل واحد ومكانته، لكن هو يعني ما عندوش الحدود ديت، ما عندوش الحدود الاحترام ديت، ولا عندوش أسلوب جيد في المعاملة، فما كان منه إلا إنه غلط فيها، وأسألها في بالكلام، وأسألها وقال فيها ألفاظ لا تتناسب معها ولا مع مكانتها، وهي كل غرضها إن هي يعني عايزة تحافظ على يعني على سمعة مصر، وإن ما ينفعش إن واحد مصري يتلفظ بمثل هذه الألفاظ التي يتم نشرها على مستوى العالم كله. فما كان منه إن هو خرج يرد على كلامها بألفاظ تسيء ليها وتسيء لخبرتها وتسيء لعمرها الوظيفي، فأصابها يعني كثير من يعني حزنت على هذه المعاملة، وراحت مقدمة بلاغات للنائب العام حتى يوضع حد لمثل هذه الأمور، وإن كل واحد ياخد حقه، وكل واحد يتحاسب عشان يكون مثل لبقية الناس، إن كل واحد لازم يكون له حدود في المعاملة، ويكون في وتكون المعاملة حسنة بين الناس، ويكون في أدب في المعاملة، واحترام السن، واحترام المكانة، واحترام إنها واحدة ست. لكن هي ما لقيتش في رده أي نوع من هذا الكلام، فأساء ليها يعني أساء ليها في الرد، وسبب لها يعني حزن شديد في رده، فما كان منها إلا أنها قدمت أكثر من بلاغ في النائب العام. لكن هو ترجع وتقول إن هو برضو الإعلام بتاعنا اداله حجم واداله مكانة أكبر من حجمه، فزاد فيها وطلع فيها، وما لقاش حد يقف يعني يعرفه إن كل حاجة لها حدود، وكل حاجة يعني لا يعني كل واحد يلتزم بحدوده، ويلتزم بأدبه في المعاملة، حتى ما تحصلش مشاكل بين يعني تحصلش مشاكل في وسط الإعلام، في وسط الإعلام، ويكون الكل ملتزم، ويكون الكل محترم، ويكون في أسلوب احترام وأدب في المعاملة. وده اللي هو اسمه كروان مشاكل، سمو سيعة كده، شكل النسناس، شكل النسناس اللي انا جبته. المذيعة طلعت تتكلم عليا، وايه ده؟ طب ليه وليا انت عكوسة انت اللي متطلقة 7 مرات؟ هنشوف الاسلوب اللي هو اسمه كروان مشاكل، سمو سيعة كده، شكل النسناس اللي انا جبته. المذيعة طلعت تتكلم عليا، وايه ده؟ طب ليه وليا انت عكوسة انت اللي متطلقة 7 مرات؟ فده كان رد اللي هو اسمه كروان مشاكل، سمو سيع. فده كان رد كروان مشاكل على انتقادات ريحام سعيد، فأصابها يعني كان رد سيء، ورد لا يتناسب مع مكانتها ومع خبرتها ومع سنها، فقدمت منه عدة بلاغات ضده عدة بلاغات حتى يلتزم كل واحد بحدوده وأدبه وفي المعاملة، حتى يكون مثلا لبقية الناس أن يكونوا يعني يلتزموا بالأدب وبالأصول في معاملتهم مع زملاتهم، في معاملتهم مع الناس.
وربنا يهدينا جميعا، ربنا يهدينا لحسن المعاملة وأدب المعاملة ولما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.